حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ادخلوا الباب سجدا قال دخلوا متزحفين على أورافهم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال قالوا حبة في شعره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله وأشعث يضعف في الحديث. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية فقال ابن عمر ففي هذه أنزلت هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قتادة هي منسوخة نسخها قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه. حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. ويروى عن مجاهد في هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله. حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا. حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر قال: ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كانوا ركوعا في صلاة الفجر. وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. حدثنا هناد وأبو عمار قالا: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله،
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي أن لا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانا من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: هما تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق أطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عينه وجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
ففرحوا بها فرحا شديدا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى قوله: داخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، رواه منصور. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين عن الشعبي، أخبرنا عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: فأخذت عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلت أنظر إليهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان، قال: إنما هو الليل والنهار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الضحاك بن مخلد عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركن الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا هشيم، أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال: قال كعب بن عجرة: والذي نفسي بيده، لفي نزلت هذه الآية، وإياي عني بها،
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وكان لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. قال: قلت نعم. قال: فاحلق. ونزلت هذه الآية. قال مجاهد: الصيام 3 أيام والطعام 6 مساكين والنسك شاة فصاعدا. حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل تتناثر على جبهتي أو قال حاجبي، فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق رأسك وانسك نسيكة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، أيام من 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثوري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه شعبة عن بكير بن عطاء، ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا عبد بن حميد حدثني سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. قال: فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فأخبراه بذلك وقالا: يا رسول الله، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما، فعلما أنه لم يغضب عليهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه بمعناه. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن ابن صابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني صماما واحدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان، وابن صابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن صابط الجمحي المكي، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويروى في سمام واحد. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القمي. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الهاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن
وهو عن الحسن غريب. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبة، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم يحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في الآية الأولياء فقال لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها أذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن حفصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة حدثنا الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني أن عليا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن علي، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر وأبو داود عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي هاشم عن عتبة وأبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه وزاد فيه ونهينا عن الكلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله
على قدر كسرته وقلته، وكان الرجل يأبى بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصا فيسقط من البسر والتمر فيأكل. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو مالك هو الغفاري، ويقال اسمه غزوان، وقد روى سفيان عن السدي شيئا من هذا. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق، وأبو حازم هو الأشجعي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: حدثني من سمع عليا يقول: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الآية أحزنتنا. قال: قلنا: يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به، لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر، فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الحسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله: من يعمل سوءا يجز به. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الآية: قال: قد فعلت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس، وآدم بن سليمان هو والد يحيى بن آدم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه.